ولا لا يا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما عندنا لقمة تجين وأنا قلت لك يسوي أحب خلق بعد الله كان وجع الله يبغاه وأنا قلت لك أدوية ما قلت لك ما أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما عندنا لقمة تجين ربي جنب بنوح حري إلهي بنوح حري أدو هذا إنسان تاعي كلك حاجات حاجات بالتاعي إلهي وضباه تاعي مرنا الله كما مرنت وسي الذي أدي له وحكا قادن له النبي ونبري أو أهم شيء تهي صلاة صلاة حاجة هذه كوتي ماتو صلاة باتو كنيسة إلهي بات بريسة جل جلاله مرض دو كوكو دعو حنو كوكو دعو صلاة باتو كنيسة إلهي بات بريسة جل جلاله رب الآن هذه النقطة صلاة باتو كنيسة كل شيء اقضيه بالصلاة إلهي بان القرآن كان وقدر دارم استعينوا بالصبر والصلاة مركا انت هنا ما يشفر لذا وحن شكوا دوانينينا ارتبال صلاة اينا كودة دارلو او تن فرض كاين غرغرت نغغلي كدبنا الهي انه نوفره باب النافله وحصلاتك خير بدل ما جري انو بتصنو او قيام الليل يالنو او صلاه الضحى يالنو او سنن النافله يالنو اون حاجات كاين مركي حاجه نوتي ماضو هبل يا فلان يا علان انت هذا كفكرين الهي حقي سو نقو الهي حاجه هذا ويديسو لبا مركا هذه هليسا الهي وكسين حاجه هذا بقدر يقينك انت الهي يقين اولى ذهي لقضاء حاجتك أيها الحاجة ذلك وقودي تلبات يقين بعد هل إيساه وهذا كذب الباب كي أدو حكا دون الله بعد برانا إيسا شيكوين كيدان لقم شيكين كارو آد بي أبنان تعي وحن كسو قبقبين يا نبي قاوحو أركي عليه الصلاة والسلام من صحابة إيسا كميدو أبو أمام الأورنجري ومسجد كفرليو كربا إيكا موقتو وأوي مذوحو يري ما لي أراك يا أبا أمام وقتي أنا مسجد كوكو أركي كجرين وحو يري يا رسول الله دين فر بدن او افو شيء يهموم يهم يمرغ فر بدن او دول سارن نبي عمر كما اورن بل ان سوق نقولين كي جماعات كي حسانا لسو تكدين ان وخوي كو اورورن ما اورن و خوي كلمات ما كو برا كلمات كا حدا تراهو الهي دين تادن او كا غدو هم يمرغدن كو هيسته الهي كا فيدو ها بو يري وحا تراهو يري اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال كتب الأذكار الصباح والمساء بكجرته كرك أنك وذقبنه وحوي لك صحابي قاها فما لبثت أياما دعالي مركان أخرستي ما المكمس هو ريقا إلا إلهي الدين تيدين وقضي همي يمرق ذي أهيستين إلهي وإقفيدي هذا كوسوكم ما دعي سنة دعالات اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ولوالدينا وأن ترحمنا يا رب العالمين وأن تهدينا إليك اللهم اشف كل مريض منا ومريضة اللهم اشف كل مريض منا ومريضة اللهم اشف كل مريض منا ومريضة اللهم عاف المبتلين اللهم اكشف الضر عن المكروبين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين تقبل من هؤلاء الجالسين والحاضرين والمتابعين في أقطار العالم كله تقبل منا صالح الأعمال واجعلنا من عبادك الصالحين ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك اللهم علمنا القرآن اللهم علمنا القرآن اللهم علمنا القرآن اجعل حسن تلاوته في ألسنتنا واجعل فقهه وفهمه في أفئدتنا واجعل العمل به على جوارحنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين.